أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كنشكركم، كنشكر جميع الناس اللي كيسولوا فيا، الناس اللي كيتبعوني، يعني شكرا للجميع. نورمالمون أنا ما كانش يعني ما بغيش يعني ما بغيتش ندير فيديو، فهمتي؟ ولكن ملي شفت الخطاب الملكي الدم ديالي بدا تيغلي. يعني ملي قالوا لي شوف الخطاب، انا ما مسوق الخطاب لا والو، قالوا لي شوف الخطاب ديال محمد السيد شنو قال لي معاود. يعني اول حاجه، اول ملاحظه يعني غادي يلاحظها اي انسان، كما كتعرفوا في الدول اللي تمارس فيها الديمقراطيه، ان الرئيس ولا الزعيم ولا المهم رئيس البلاد سميتو، خص باش يكون تيحكم خص يكون اولا يتمتع بكامل صحته الجسمية، يعني ما يكونش فيه شي مرض، وخصو يتعالج من المرض، وخصو يداوى عاد. يمكن تكون عنده متى يكون عنده مثلا قرار، ولا مثلا يقرر في شي موضوع، ولا يقرر مثلا في شي قضية. احنا الى جينا نشوفوا مثلا في الخطاب الملكي اللي قبل هذا ولا ديال ولا اللي الاخير، كنشوفوا الوضعية الصحية ديال زعيم البلاد يعني انها متدهورة. يعني رمي خصكم تعرفوا هذه القضيه، يعني الرئيس ولا الزعيم راه بحال القاضي، راه الا ما كانش كيتمتع بجميع قواه الجسميه والعقليه، راه ما يمكنش تكون القرارات ديالو صائبه، ولا الحكم ديالو غادي يكون صائب، لان كتكون هناك بعض التاثيرات الخارجيه. هذه الاولى. الى جيتوا الى تبعتوا الخطاب كله، كنلقاوه مثلا يعني يرتكب اخطاء فظيعه في اخطاء فظيعه في يعني في باش كيخرج الكلام، يعني اغلاط في اللغه، اغلاط في النحو، بعض المرات كيسرط الهضره، كينقز كي 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 كينقز شي كلمات، يعني خصو غير امتثال. هذه الملاحظه الثانيه. الملاحظه الثالثه وهي هاد السيد اللي كيكتب ليه الخطابات الاخيره، الا شفتوه دائما تيركز، كيحاول يدخل ديك القضيه ديال انا كنعاملكم بحال ولادي، ولا كنعامل الشعب المغربي بحال ولادي. يعني كنعرفوا ان يعني الزعماء اللي كيكونوا متمكنين واللي تتكون عندهم يعني شخصيات قويه، وتيكون مثلا عايش الاوضاع ديال الشعب، تيعرف المشاكل ديال الشعب، تيعرف شنو كيدور في البلاد، اذا ما كيحتاجش الورقه. مثلا خذوا مثلا غير ترامب، ياك ترامب حمق هبيل، كيجي كيخطب امام الالاف من البشر يعني بلا ورقه بلا والو، تيقول الهضره، يمكن لك تنتقدو، يمكن لك ما تنتقدوش، يمكن له يعجبك، يمكن له ما يعجبكش، ولكن تيعرف شنو داير في البلاد. الا كان شي مشكل تيهضر عليه بهكذاك، لانه عايش يعني عايش الحقيقه ديال البلاد. بالعكس ملي كان جو الحسن الثاني، كنلقاو تيعيش في واحد الخيال العلمي. والله العظيم ملي كنشوفو كيخطب بحال كيتخيل لي، كيجيب لي الله بحال كنشوف شي فيلم ديال الخيال العلمي، ديك الطريقه اللي تهضر بها الشعب وكذا، وهذه وهذه، يعني ما كنفهمش علاش. ولكن القضيه اللي اثرت فيا بزاف، واللي قلت لكم يعني طلعت لي السكر، وطلعت لي الضغط، وطلعت لي يعني اش غادي نقول لكم، هي القضيه ديال انني اتعامل يعني اهتم بصحه شعبي كما اهتم بصحه ابنائي. يعني هنا كتبان يعني الكذبه، يعني هنا تتبان ان داكشي اللي كيقول مزور، هنا كيبان انه هو غير تيكذب، يكون كيكذب عن قصد، ولا تيكذب عن غير قصد، هذه ماشي حقيقه. ربما الناس اللي كيكتبوا الخطابات، كيف ما كتعرفوا انه الملك دابا عايش غير بالدوايات، يعني عايش بلي هرمون، عايش بالمخدرات، يعني لي كالمون وكذا. يعني الملك دابا، ملك المغرب، معيشينو صحة، بحال شي واحد معيشينو بالأنابيب. ملك المغرب بحال شي طفل عاد تولد معيشينو بالأنابيب، يعني غير بغا يخلوه ويبقى عايش. ولكن هو يعني فكريا ولا جسديا راه ما عايش، لأنه غالبا كيدوز الأوقات ديالو في الأدوية، كيدوز الأوقات ديالو مع الأطباء، يعني ما بقاش عنده واحد اطلاع كامل على داكشي اللي كيطرأ في البلاد. الى جيتوا تشوفوا مثلا اول فيديو كنت درت لكم على كورونا، قلت لكم المغرب راه غادي يكون اخر دوله
غادي تحيد منه كورونا، غتكون غير على الله، ولا ديك اللعبه شي مفاجاه ولا شي حاجه، ولا حتى غيكتشفوا مثلا التلقيح، عاد مثلا المغاربه ما غيبقاوش يتصابوا بكورونا. يعني والقضيه بسيطه جدا، يعني واحد كنعرفوا المغرب تيعرف واحد التكدس سكاني كبير، كنشوف مثلا بزاف ديال الناس يتكدسون في مناطق صغيره، وهذيك يعني السياسه السكانيه في المغرب هي كانت مدروسه من قبل. هما شنو بغاو يديروا؟ بغاو يديروا واحد الكونسنتراسيون ديال الشعب، بغاو يجمعوا الشعب في دي سونتر، قول بحال دي سونتر، بحال مثلا كتشد مثلا شي مدينه وكتكدس فيها بنادم. علاش هما داروا ديك القضيه؟ داروا ديك القضيه هما باش يبقاو يكونتروليو الشعب، اوكي، باش يبقاو يكونتروليو، يعني باش يبقاو حاضينه. ولكن ملي جات كورونا فتحت القضيه. انا نقول لكم واحد القضيه، واش المغرب مثلا ماشي في امكانه انه يبني ديور ويكون اتساع وما يكونش الزحام، ويكون المنازل تكون كتوفر فيها وسائل الصحه، وسائل السلامه، هادشي كله ممكن في المغرب. ولكن النظام ما بغاش يدير هادشي، لان المغرب بغى يبقى الشعب المغربي تيعيش في دي كونسونطراسيون، دي كون دو كونسونطراسيون، خاصهم يبقاو جامعين الشعب في واحد البلايصات باش يبقاو حاضينه. وهذه السياسه جات منذ خرجت فرنسا، قالت لي ما شنو ديروا، الا بغيتي ودي تبقى مكونترولي هذا بنادم، جمعوا في مجمعات سكنيه باش تبقى حاضر. الا جينا نشوف مثلا لي جينيراسيون اللي مولوده دابا، مثلا الناس اللي عندهم دابا من 40 حتى ل 20 كذا، فوقاش تولدوا؟ يعني غالبا تولدوا في الثمانينات، في اواخر السبعينات كذا. هاد الناس اللي تولدوا، هاد المغاربه اللي كيعيشوا دابا في المغرب، منين جاو؟ جاو من امهات وجاو من اباء. الامهات في ذاك الوقت ديال الحسن الثاني كانوا تيعيشوا القهر، الاباء كانوا كيعيشوا القهر. يعني هذاك الطفل ملي تيتولد راه تيتولد مقهور. صافي دير هادشي اللي كتشوفوا دابا في المغرب، هاد النوع، يعني هاد الشعب اللي تيخاف، هاد الشعب اللي تيقول لك هنيني نهنيك، هاد الشعب اللي ما تيقدرش يدافع على حقه. يعني راه ماشي غير جا هكذاك، راه جا من الام والاب اللي ولدوه، لانهم كانوا تيعيشوا واحد الوضعيه اللي اقل من دابا. ولكن ملي كيولدوا واحد الانسان ثالث، راه كيكون يعني كتكون العقد فيه اكثر من اللي كيكون فيه الاب والام اللي ولدوه. يعني وهذا الشيء كله مدروس، هذا الشيء ماشي جا من السماء، هذا الشيء ماشي جا، لان كنشوف مثلا بعض الدول اللي تقدم، يعني غير منذ السبعينات وصلت للتقدم، وصلت يعني واحد نوع من الديمقراطيه، واحد نوع من احترام حقوق الانسان، احترام الانسان اللي ما كاينش في المغرب. احنا في المغرب ما عندناش احترام الانسان، عندنا احترام الملك، وعندنا احترام السلطه، وعندنا احترام النظام، ولكن احترام الانسان في المغرب لا يحترم. حتى المغاربه بيناتهم لا يحترمون فيما بينهم. شتي المغاربه، المغربي ما كيحترمش خو المغربي. الا مشيتي تشوف مثلا، غنعطيكم واحد الصوره كنت حضرت ليها واحد المره، كنت مشيت للمغرب، مشيت دخلت لواحد الحانه كنلقى واحد المجموعه من الناس شادين واحد الانسان اللي معوق ذهني، انسان تقول مسكين حماق ولا شي حاجه، وشادين وجامعين عليه تمايا، هل اللي كيهروه، هل اللي كيخوروه، هل اللي كيصرفقوه، يعني شادين واحد الانسان يعني اللي ما عندوش حتى القدره باش يدافع على نفسه، وشاد واحد المجموعه. هذوك الناس اللي كانوا دايرين به، فيه موظفين، فيهم ناس كبار، فيهم دا، يعني ناس اللي مهمين جدا، شاد واحد الانسان ضعيف جالسين كيضحكوا عليه وكيتم. هذه غير صوره كانت اثرت فيا بزاف في المغرب. هادشي علاش قلتها، يعني هادشي علاش كنقول لكم المغاربه لا يحترمون المغاربه، المغربي لا يحترمون المغربي، المغربي دائما تيبغي يليمين المغربي. وهذه كانت يعني هذه سياسه، يعني هذه ديك القضيه ديال فرق تسد في المغرب طبقات بواحد الطريقه اللي خطيره جدا. الملك ملي كيخرج يقول لكم انا اهتم بصحتي شعبي كما اهتم بصحتي ابنائي، شكون هو هذا المغربي اللي غادي يصدقه؟ شكون هو هذا المغربي مثلا اللي غادي يصدق هذه القضيه؟ شكون هو هذا الانسان مثلا اللي كيسكن في جبال الاطلس وغيسمع هذا الخطاب وغادي يصدق الكلام ديال محمد السادس؟ هذا شنو كيعبر؟ يعني هذه غير كذبه صغيره، ولكن خصكم تعرفوا ان النظام تيكذب كذبات كبار على المغاربه وما سيقيش ليه الخبار. سرقه المال العام هذيك كذبه، هذيك محمد السادس تيكذب عليكم.
ديك الميزانية القصور، هذيك كذبة تيكذب عليكم المالك، هذيك كلها كذوب، هادشي كله هذا كله يدخل في الكاذب. يعني سرقة المال العام، الاختلالات الاجتماعية، الاختلالات الصحية، الاختلالات في التعليم، كنلقاو المغرب كله اختلالات. وهذه الاختلالات راه ماشي جات بوحدها، راه كانت مدروسة، راه كانت مدروسة. يعني لأن النظام المغربي ماشي الهدف ديالو الاهتمام بالشعب المغربي ولا صحة الشعب المغربي ولا تعليم الشعب المغربي. النظام المغربي الهدف ديالو وهو انه خصو يحكم واحد الشعب اللي يكون تحت السيطره ديالو. السيطره هي اللي كتهم النظام المغربي. علاش مثلا السيطره؟ لان النظام المغربي الا كان الشعب واعي راه خطر عليه، الا كان الشعب كيتمتع بصحه كامله راه خطر عليه، الا كان الشعب المغربي كيتمتع بالحريات والحقوق ديالو راه غتكون خطر على النظام المغربي. لان الحريه والصحة والتعليم والسكن اللائق هذه من مبادئ الديمقراطية. دونك إذا توفرت عند الإنسان المغربي هاد المسائل راه غتكون خطر على النظام المغربي، غادي تكون خطر كبير على النظام المغربي. يعني مثلا الإنسان المغربي اللي غادي يوعى وغادي يأمن بالحرية والديمقراطية وكتوفر ليه كل شيء، واش كتظن واحد الإنسان واعي عنده واحد المستوى فكري، واحد مستوى ثقافي، واحد مستوى علمي، واش كتظنوا انه غادي يفكر يكون عنده ملك تيحكمه؟ ملي كنشوفوا مثلا جميع دول العالم كتمشي كتنتخب الرئيس، كتنتخب المسؤولين، كتنتخب رجال الامن، كتنتخب القضاة. يعني القضاة ولاو في امريكا القاضي ينتخب، كنتخبوا على القاضي، كنتخبوا على رئيس الشرطة، كنتخبوا على رئيس البلدية. يعني كل شيء انتخاب، كل شيء انتخاب. والنظام المغربي راه هذا الشيء ما تيهموش، هذا الشيء ما باغيش هو النظام المغربي. شريك التمثيليه ديال المجالس والبرلمان وهذه كلها غير قوالب، هذه كلها غير ديكورات شادين مديكورين بها المغرب. علاش؟ باش بحال مثلا اللي شفت واحد الفيلم مثلا كيهضر على كوريا الشماليه، كيمشيو كيحطوا مثلا الليمون ديال الميكا والتفاح ديال الفواكه كلها ديال الميكا غير باش كيصوروا دوك الديكورات. وراه بحال هكذا المغرب، يعني المغرب داك البرلمان والحكومه راه غير ديكور، غير باش كنصوروا للعالم اننا راه حتى حنا بحالكم وعندنا وعندنا وعندنا، باش كتسهل لنا ناخذ القروض، باش كتسهل علينا ناخذ المساعدات من الدول الاجنبيه. ولكن في الواقع راه حتى شي حاجه ما كاين. هادشي المساعدات والقروض من اللي كتجي كلها كتمشي كتوزع على النظام وعلى الملك وعلى الاتباع ديالو، الناس اللي كيصليو ليه، الناس اللي كيعبدوه، هادو هما الناس اللي كيتوصلوا مثلا هادو هما الناس اللي كيتمتعوا بجميع الحقوق في المغرب. ولكن ما عندهمش حقوق في المغرب لانهم ناس يعيشون تحت السيطره. يعني خصك باش تكون مثلا عايش بخير، وباش تكون مثلا عندك دار يعني فيها جميع مقوم، خصك كتعبد. واخا شنو نقول لك، واحد رجال الاعمال الاحرار مثلا، انسان اللي قدر انه يوصل يكون راسه في المغرب ودار شركه ولا دار شعر، ولكن ما تيكونش حر، دائما تيكون تابع. يعني ما غيقدرش يهضر، ما غيقدرش يدير شي حاجه لانه خايف. وهذا هو النظام اللي كاين في المغرب، وهو نظام الخوف. يعني واحد النظام اللي كيسير كل شيء بالخوف، اللي كيسير كل شيء بالرعب، اللي كيسير كل شيء بالابتزاز. يعني ماشي هذا الشيء ماشي جا غير على الله وماشي جا غير بوحده، ولكن هذا الشيء جاء عن دراسات وعن يعني النظام المغربي بعده طرق نشر هذه المسائل كلها. والقضيه اللي شفتوا راه الكذبه الكبيره، وهي اللي قال لكم انه يهتم بصحه شعبه كما يهتم بصحه ابنائه، هذيك راه غادي تفسر لكم كل شيء. يعني ما يظنش مثلا شي مغربي غادي يقول لي هذا الشيء كيقول الملك راه بصح. الملك ما بقاش كيعرف حتى شي حاجه، واخا غادي يعرف، راه ملي كان كيعرف شنو دار ما دار حتى شي حاجه. يعني شنو كيضربوا؟ تيضرب على راسو، كيضرب على عائلته، كيضرب على تريكته، كيضرب على الاتباع ديالو. خاصو مثلا ملي غادي يجي ولدو راه ما غيبقاش غير ولدو، لان لا بقى غير ولدو بوحدو اللي في الملك، راه يقدروا يديروا ليه نوض ونوض. خاصو مثلا يخلي ولدو، ودوك الناس اللي غيكوفري ليه ولدو خاصهم يتخلصوا، لانه هو غادي يخلق مثلا واحد 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 المجموعه ديال المغاربه اللي غاديين يجيو وغاديين يكوفريو ليه ولدو. هذوك الناس اللي غيكوفري ليه ولدو راه كلهم غيتخلصوا مزيان، ماشي واحد ماشي جوج، تقدر تقول بالالاف بالملايين، كاع يعني بالملايين. غتجي واحد المجموعه اللي خاصها تكوفري الملكيه، وكتعرفوا انهم لان في المغرب عندنا حراس الملكيه، لان كتعرفوا سمعتوا بالقضيه ديال حراس المعبد،
ولكن في المغرب عندنا حراس الملكيه، يمكن ليه يدير اي حاجه، يمكن له يعني يضحي براسه في سبيل الملكيه. علاش؟ لانه مخلص، مخلص هو ومخلص على ولاده وعلى تريكته، يعني السلاله ديالو كلها كتكون مخلصه. نمشيو نشوفوا ترى غير الاقرباء اللي كيكونوا مع الملك دابا، السلاله ديالهم اللي كانوا مع هما كاينين معاه دابا، ولكن الاباء ديالهم ولا جدودهم كانوا مع جدو ولا سميتو. لان جوج مثلا منظومه الحكم في المغرب ترجعوا مثلا 50 سنه ولا 60 سنه كتلقاو الامام نفس الاسماء ونفس العائلات، يعني هي اللي حاكمه المغرب. فوالا، غير بغينا نناقشوا هذه القضيه ديال الكذوب ديال الملك والصحه ديالو. الملك ما بقاش حاكم، يعني صدق او لا تصدق، الملك ما بقاش كيحكم، ولا لسانه ما كيقدرش يحركه. يعني كيفاش واحد الانسان ما بقاش لسانه وفمه ما بقاش كيحركه غادي يحكم؟ يعني كيفاش كاين يعني؟ اخوة الاخوات، كنظن يعجبكم الموضوع، شكرا على يعني كتسولوا عليا وداك الشيء، تبارك الله عليكم. وكنظن من الاسبوع الجاي ان شاء الله، ماشي هاد يعني من هنا 7 ايام غادي نرجع، غادي ندير فيديوهات يعني مستمره، وساتتبع الاخبار. في هاد الوقت هادي انا لا اتتبع اي خبر، ما كنقرا لا جورنال، ما كنقرا لا اخبار في الانترنت، ما كنشوف حتى يوتيوب، ما كنشوفش، كنشوف الا بعض المرات، كنشوف نتفليكس بزاف، كنشوف الافلام بزاف. فوالا، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير، والى فرصة القادمة، والسلام عليكم وتبارك الله عليكم.